صافي حيد حيد. ايوا انا اقسم بالله عمرني شفتهم في يوتيوب ولا عمرني لقيتهم في يوتيوب، ما كاينينش. انا غادي نوريهم لكم باش الكل كيطلع عنده واحد الشخصيه وواحد الشجاعه اللي قويه بزاف. السلام عليكم لي باسيوني، كالعاده معكم خوكم موحش نايدر فيديو جديد. مهم اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف 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 جزيل الشكر على قبل الفيديو اللي لحقت الاخراني ديال روت. لقيت واحد التفاعل اللي زوين، كومونتيرات زوينين الحمد لله. راكم عرفتوا موحش نايدر على جال هذا الدومين هذا. مهم ما نطولوش بزاف، الفيديو اللي ما كانش فيه استفاده ما كنتوش غادي تستافدوا منه نتوما غير بلاش. المهم اللي غادي نوصيكم عليه، اون فوا تكون باغي تخرج الكلب ديالك، الكلب ديالك خاص يكون غادي او بي فلاسه. اون فوا تخرجو تحل باب الدار، اون فوا توصل للعتبه ستوب اسي، فهمتي؟ والكلب ديما في اليسار ديالك، تتشوف في اليمن اليسار ما دايز حتى شي واحد، هذا باش يمكن لك تزيد في الطريق. علاش؟ لحقاش كيدوزو دراري صغار، تقدر تكون مرا كبيره، يقدر يكون راجل كبير، ما تعرفش شنو يقدر يطرى. حنا راه مخوضة علينا نظره خايبه في المغرب، يقدر مثلا بوليسي كيشوف عندك مثلا جوج دوغ ارجنتين وكيجي كيتهمك باللي انك انت عندك البيت بول، ولكن حنا ما بغيناش هادشي. كيشوفك اصلا شوفه ديال الشفار ولا شوفه ديال البزناس، حنا لا، حنا بغينا نعطيو صوره زوينه لهاد الدومين هذا، فهمتوا اخوتي؟ المهم كيف قلت لكم الكلب ضروري توصل للعتبة ديال باب الدار، يخرج ستوب اسي تشوف في اليمن في اليسار، عاد باش تكمل طريقك كيف غادي تشوفو دابا. ستوب اسي كنشوفو اليمن اليسار ما دايز حتى شي واحد، عاد باش يمكن لينا نمشيو. يلا اوبيو. ثاني حاجة اخوتي هي البابوجي، غاتشوفو دابا معنا واحد البابوجي ما كاينش بحالو. علاش؟ لحقاش كاينين بزاف ديال الدريسور، ماشي دريسور، كيسمي راسو دريسور، كيدريس الكلب ديالو كيسمي راسو دريسور، كيعطي الكلب اسيك وشي بابوجا كيزيد واحد 50 متر وكيرجع كيقول له سي بيان، كيعطي المولا كيقول له ها هو راه دريسيتو. لا البابوجا بوحدها كيف قلت لكم راه بحر. انا هادشي فكرت فيه مزيان وخرجتو من راسي، انا راه ما عطاني حتى واحد، ما تفرجش حتى شي واحد دار هاد القضيه هادي. المهم الكلب في البابوجا خصنا نخدموه وسط السحام، وسط الطوموبيلات، وسط المطر. علاش؟ لحقاش تقدر تعطي مثلا اسي الكلب اسيك وشي بابو جات تمشي تزيد 50 متر غيدوز دري صغير كيجري غينوض الكلب يتبعو يمشي عضو شي حاجه، يقدر ما يكونش باغي يعضو، يقدر الكلب باغي غير يلعب، فهمتوا؟ الدري صغير يتخلع يبقى غادي كيجري يطيح طرا شي حاجه. كيف قلت لكم حنا بغينا نهزو بهادشي في المغرب، ما بغيناش نطيحو منه. المهم شوفوا هاد الخدمه هادي ديال بابو جي، وما تنساوش في لي كومونتير تقولوا لي كي جاتكم. صافي حيد حيد. ايوا المهم خوتي الكلب ضروري كنخدموا معاه وسط من الصداع، وسط من كل شيء. علاش؟ باش الكلب كيولي يولف، ما يبقاش يأدي الدراري الصغار، ما يمشيش البالون، كيعرف شنو كاين في الزنقه، كيعرف شنو كاين في العالم الخارجي. المهم راه كاين بنادم، كاين الطوموبيلات، المطر، المشاش، كل شيء كاين، والكلب كنخدموا معاه وسط هذا الشيء كله. حتى هنا غادي نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. المهم ان شاء الله تسناو الفيديو الجاي، حتى هو ضروري غادي تكون فيه شي استفاده وشي حاجه اللي عمركم شفتوها. انا ان شاء الله غادي ندبر شي كلب صغير، غادي نوريكم كيفاش تتعاملوا مع الكليب الصغير من ا حتى لزيد. لحقاش كاينين شي حاجات انا اقسم بالله عمرني شفتهم في يوتيوب ولا عمرني لقيتهم في يوتيوب، ما كاينينش. انا غادي نوريهم لكم باش الكلب كيطلع عنده واحد الشخصيه وواحد الشجاعه اللي قويه بزاف. المهم تسناو الفيديوهات الجايه.